يا ليلة فيها الأحبة تجمعوا قعدوا سوا يتواشوا ويتسمعوا من صوبنا لا ألف دمعة شوق وديت معه يا ألف دمعة شوق وديت معه يا ألف دمعة شوق وديت معه لبيو الحبايب والعمر رايق قلبي يتذكر الماضي ويغتني يا حلوة اللي شالها غزل الهوى خايف يطير الشال وتطير الدنيا خايف يطير الشال هيهات يا ابو الزلوم ده البايع عيني احلى لمي لمتنا نيلة كانوا صغار كانوا صغار وعمرهن بعده طريق ولا واكتب عيونك عشتي تكبري كان يا ما كان إلا دار الزمان وبعد في كومة أحجار صرخ يا أيام الصغر لا تربي ايه وطليت عحي بعد غيبة سنين لقيت الدنيا متغيرة بهاك الدنيا مثل الغريب مرقت قدام الابواب مثل الغريب مرقت قدام الابواب وما حدا تعلي بسواد بالمجد وبالعز
اساس الحيطان الصافي على عتبي ساند عتبي عم فرق ونزل يا الجنزرة عم فرق بوطن طواي ومقصودي على اسم النعمي مرصودي عمرها نزل يا شجرة عمرها بسواعد عمرها الصوت يسلم هالصوت اكيد بتعمر بوجود هيك شباب وهيك اصوات جميله وياتي العيد ونستعيد معا اجواءه نستسلم معه لاحلام الاطفال نعيشه معهم نحاول ان نصنع الفرح فيكون لقاء الاحبه وجمعه الاهل والجيران اهم برامجه وطقوسه نتنسم معا روحانيات معانيه المباركه في اماسينا العظام تضحك القلوب للقلوب وهي تنسج الأمل بغد أجمل تتكامل فيه عافية الناس مع عافية الوطن الحبيب أهلا بك أيها العيد أهلا بك يا فرح الطفولة يا من تعطينا الوعد وتوقظ فينا الأمل كل عام والجميع بخير جمعتنا اليوم في لمة عيد تآلف فيها الأدب والفن والسهر مع الموسيقى والأمل والحب كل عام وانتم بخير مشاهدينا على قناة السورية كل عام وانتم بخير مها كل عام وانتم بألف خير منال أضحى مبارك ينعاد عليك وعلى الجميع يا رب وكل عام وانتم بألف خير مشاهدينا إن شاء الله هالأيام المباركة تنعاد على الجميع بالخير واليمن والبركة إن شاء الله يا رب أكيد اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا اللي رح يكونوا معنا اليوم بهي اللمة اللي رح نبلش بداية مع الكاتبة والأديبة والشاعرة مارغريت جمال أهلا وسهلا فيك أهلا بحضرتك كل عام وانتم بخير وسوريا كلها بخير شكرا على الدعوة الكريمة ينعاد عليك بالخير أهلا وسهلا فيك أضحى مبارك وأيضا منال بدنا نقول أهلا وسهلا فيك الأستاذ بسام جبلاوي باحث في التراث ينعاد عليك بالخير وأضحى مبارك كل عام وانتم بألف خير وأضحى مبارك لكم وللجميع وللوطن إن شاء الله بيعمل الخير والعطاء والخصم في كل مكان شكرا كثير لكم آمين يا رب آمين يا رب أكيد اسمحوا لي أنه رحب بصاحبة الصوت الرائع اللي رح تكون معنا لليوم المطربة جودي شاهين أهلا وسهلا فيك جودي أهلا فيكي ونعاد عليكم يا رب أضحى مبارك علينا وعلى المشاهدين وعلى سوريا الحبيبة يا رب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكي يا جودي المايسترو غزوان العبدو أهلا وسهلا بحضرتك أضحى مبارك أهلا وسهلا فيكي وأضحى مبارك لجميع مشاهدينا عبر أثير الفضاء السوري لجميع أفراد وطننا الحبيب سوريا أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك وأيضاً معنا صاحب الصوت الجميل اليوم اللي رح يأبدعنا بصوته المطرب بدران الباشا أهلا وسهلا فيك وأضحى مبارك أهلا وسهلا فيك يا رب إن شاء الله بيكون عيد مليء بالسعادة على كل سوريا الحبيبة يا رب أهلا وسهلا فيك نعد عليك بالخير وأيضاً معنا ضابط الإيقاع أحمد حاتوم أهلا وسهلا فيك يا أحمد كل عام وانت بألف خير أهلا وسهلا فيكم جميعاً أكيد اليوم بلمة عيد اللي راح نكون فيها معكم من اللاذقية مع مشاهدينا على السورية دائما لماتنا بتحلى مها من خلال الوجوه الجميلة والأصوات الرائعة مثل ما قلنا لمتنا اليوم فيها كتير من الأدب والجمال والتراث والغناء والأصوات الجميلة مجتمعة اليوم بلمتنا صحيح. تماما وأكيد هي متابعة ممتعة رح تكون لكل مشاهدينا اليوم من اللاذقية هيدي الجمعة الحلوة مثل ما قلتي منال بتجمع الفن والثقافة والصوت الجميل أيضا بداية من عندك مارغريت أهلا وسهلا فيكي مرة ثانية حابة يعني قبل أي شيء أني أتشكر العازفين والصوتين اللي حسيتهم أنه جايين من الخيال والكلمات العذبة شكرا لكم دائما الانسان ما في عيش بلا امل والامل موجود بهيك لمات العيد بهجة التقاء قلوب تآلف احبة خصوصا في مثل هذه الجمعة اللطيفة والراقية حيث تجتمع الموسيقى مع الكلمات العذبة والاصوات الجميلة والمعلومات الرائعة من الاستاذ بسام دائما سوريا ولادة من الماضي الى الحاضر نكتب تاريخ ونرجع منقول نحن دائما هيدا التاريخ اللي منفتخر فيه البحث في التاريخ قديش جميل وخاصة بما يتناسب مع عيد الأضحى أستاذ بسام
شكرا كثير لك لحضرتك وللسؤال الجميل يعني. لكن الحقيقه انا استذكرت الان مثل شعبي تفضل لما سمعت الاغاني والاصوات الجميله. فاليوم نحن بالعيد، فصار اليوم العيد عيدين، يعني لما بنسمع صوت جميل وغناء جميل مولاد البلد مولاد الوطن مع يوم العيد، فاذا اصبح العيد عيدين. لا شك انه عيد الاضحى بالنسبه لنا هو عيد كثير كثير جميل وكثير كثير له حالة من القدسية وهالة طيبة جدا. هذا العيد الحقيقة قبل ما ندخل بموضوع عيد الأضحى يمكن لنا أن نستلفت بالناحية التاريخية، يعني نحن على بقربة أقل من 10 كيلومتر من مملكة أوغاريت. نعم. مملكة أوغاريت اللي أدبت للعالم الحضارة والأبجدية الأولى وأدبت وأول للعالم لطة أول لطة موسيقية وأول نعم. حتى سفينة وأدبت الأشياء أول سبيكة حتى من البرونز يعني قدمتها أوغاريت. واللاذقية قبل أن تكون اللاذقية كان اسمها راميتا، كانت مدينة تابعة لأوغاريت اللي نحن الآن على أنقاض راميتا، لأنه اللاذقية بنيت ب 300 قبل الميلاد فعلى أنقاض راميتا. هذا الأمر بذكرنا أنه كان في أعياد تقام في مملكة أوغاريت، تقام في راميتا، تقام في اللاذقية، حتى أن هناك مثل ما زلنا ليه الآن نردده، مثل أوغاريت يقول لا تشتري ثور في الربيع، لا تشتري ثور في الربيع ولا تبحث عن زوجة في أيام العيد، لأن الثور في الربيع هناك خصب وهناك عشب سيكون سمينا، والزوجة عندما تبحث عنها في أيام العيد في أيام العيد تكون في أبهى جمالها. لكن للواقع يعني بناتنا وبنات وطننا هن في حالة جمال بشكل دائم. هذا الأمر بذكرنا نحن نوقف عند عيد الأضحى، هذا العيد الحقيقة اللي بيصادف في هذا الشهر شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر أو نعم. الشهر الأخير من العام الهجري أو العام القمري كما يقال، هو ثاني أشهر الحرم. بالمقابل هذا الشهر بالواقع في بيصادف فيه مناسبتين عظيمتين جدا، المناسبة الأولى هي الحج والمناسبة الثانية هي عيد الأضحى. فالحج اللي بيصادف يوم عرفة بتسعة ذي الحجة إضافة إلى يوم النحر اللي بيكون اليوم الثاني هو عيد الأضحى. بالمقابل العيد عنا في اللاذقية له حالاته، فما قبل العيد وأثناء العيد وما بعد العيد. ما قبل العيد بحوالي 10 أيام بتلاقي اللاذقية مدينة الوريفة اكتظت بالناس والحركة عجب تحضير جداً تحضير للعيد تماما لشراء مستلزمات العيد سواء من ملابس أو أحذية أو المأكولات أو حلويات. بغض النظر ادخل انا بتفاصيل هذا الموضوع، لكن هذا الامر ما قبل العيد، حتى انه هناك مثل شعبي بيقول انه تباشير العيد احلى نعم. من ايام العيد. ليش؟ لانه قادمين على الفرح. صحيح. اما بايام العيد بنحس انه هذا العيد بده يروح. صحيح. بالمقابل ندخل يوم العيد، بالعيد ايضا له طقوس وله حالاته. بدءا من اليوم الاول من صباحية العيد أكيد. خلينا نحكي فيها بعد ما نحكي شوي مع جودي ونسمع اكيد منها اغنيه هي وبدران. جودي بدنا نحكي مع تجربتك على بالغناء لو سمحتي. اليوم بلشتي انت من وقت ما كنتي صغيره مع المايسترو غزوان العبدو، بلشتي انطلقتي بالاغاني الجميله الاغاني القديمه، حافظتي على هيدا النمط، تفضلي بنحكي عنه شوي. هلا اكيد بالبدايه كانت تجاربي كثير بسيطه وصغيره بالنسبه لعمري ولمقدرتي بالغناء. حبيت نمط معين من الأغاني وحبيت أني أحتفظ بهذا النمط لإلي. بلشت بالأغاني الطربية، الأغاني اللي بيحبها الكل، وحبيت هذا النمط كتير وأقررت أني أعتمده. طبعاً أنا بغني طرب وبغني جميع الأنماط يعني، بس الطرب هيك انتقيته لأنه حسيت حالي خاصة في شيء بيشبهني يعني. حالي خاصة وتعرفنا على الأستاذ غزوان وهو حاول يسقلي هالموهبة، وإن شاء الله بطمح أني أوصل للعالم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب موفقة. أكيد موفقة. هون غزوان نحكي عن هيدا صقل المواهب اللي ذكرته، اللي هو شيء كتير مهم، وخاصة يعني إنه يكون في حدا عم ينتقي أو عم يدعم هيدي المواهب الشابة الجميلة اللي عم نشوفها اليوم. خبرنا عن هيدا الموضوع أكثر، كيف عم بيكون هيدا الانتقاء أيضا للأغاني وخاصة بفترة الأعياد؟ هلا دائما الصوت الحلو بيجذبك مثل المغناطيس، مثل جودي وبدران، يعني كمان بدران بعرفه من يوم كان صغير وجودي من يوم اللي كانت صغيرة. هذا الحكي بيعطيني دافع وطاقة إني لازم أشتغل أنا وياهم ونمي مواهبهم واشتغل على الموسيقى الصحيحة. طبعا مثل ما حكيت جودي إني عم نشتغل نمط الطربي نمط، لكن اشتغلنا كمان أنماط تاني
تشبه الواقع، تشبه الحالة. التجدد لازم دائما نتجدد، والا ننتهى يعني. صحيح. لازم نتجدد، لكن بنحب شيء معين اكيد، وبنحب نعطي للناس مثل ما بيحبوا. اي ارضاء الاذواق الفنيه بشكل عام. بشكل عام تماما. صحيح طبعا، لكن نحافظ على مستوانا، ما ننزل. اكيد طبعا، أكيد. دائما نطمح الى للافضل. للافضل للافضل. بدران، بنحكي عن تجربتك بشكل سريع كمان لحتى نسمع، يعني نحن متعطشين لحتى نسمع اكثر. تفضل. هلا انا كمان بديت، كنت صغير كثير. كنت صف رابع؟ لا، حتى قبل بصراحه. قبل الرابع. بس صف رابع انا تعرفت عليه. نعم. كان رواد الطلائع. نعم. بصراحه كان والدتي يمكن من اكثر الناس اللي تعبت معي بالموضوع. فيما بعد الامور بتتوالى، الواحد ما بي ما بي ما بيلحظ الخطوات المتلاحقه اللي بياخذها بدون ما يشعر. بننتقل من درجه لدرجه لحتى نتعلم بشكل افضل، نحاول انه نوصل للكمال البسيط هذا اللي على قدنا، يعني احنا ما فينا نحكي بالكمال الكامل. ان شاء الله بنشوفك بالعالميه يا رب. يعني ان شاء الله. شكون سمعونا. جينا على الحب منال، دائما هو اي شيء بيكون بالعدوى، الحب الفرح دائما بنصاحب نحن الاشخاص وبنسمع هيدي الاغاني اللي بتطلع يعني عن الحب. استاذه ماريغريت وحضرتك كشاعره ايضا بدنا نسمع منك شيء عن الحب. تعرفتي الصوت الجميل والكلمات العذبه اوحت لي باني اقري قصيده اسمها الحب روايه. تفضلي.
الحب رواية لا فواصل فيها ولا نقط، أنا وعيناك فقط، وأحلامنا المبتلة بالمطر، نستشعر القمر، نتوه في غمزاته، نسرح في ليله وآهاته، ضحكته شعاع منير، باحت في سمائه أساطير، يغرينا كأنه ينادينا لنعلو بسقف أمانينا إلى زحل في موكب غزل. حلو. رايتنا عشق مجنون كان وسيكون، لم تمزقه حروب ولا عتمة قلوب، عشق كسر الأعراف، توضأ في نهر بلا ضفاف. الله، كثير حلو. حلو حلو كثير. شكرا. لا، الكلام الجميل بياخذنا كمان لأغنية. الصوت الجميل فعلا، يعني هي القعدة حلوة والأيام هي أيام فضيلة ومباركة، فحب يعني في أحلى من كلمات الحب؟ أكيد لا، اللي الحب هو أهم طاقة وطاقة بالكون، فمبسوطة إنه عجبتكم القصيدة. كتير حلو، يعطيك العافية. وقلنا يعني رحنا هلا بدنا نروح على الصوت الجميل ايضا، يعني لعندك يا بدران، شو بدك تسمعنا؟ تفضل. يعني بعد جودي والكلام الجميل بالشعر، شو بدك تسمعنا هلا؟ ناخذ شيء. يلا يلا. على حس وداد قلبي يا مرحبي سلام. Thank you.
محترم هالصوت. شكرا شكرا للاختيار جدا جميل. يعني صح. عم نقول نحن الفرح عدوى منال، يعني دائما كل شيء بيجي بالابتسامه وبالفرح ومن القلب بيوصل دائما للقلب. صحيح هذا الكلام صحيح. استاذ بسام، قد ايه جميل وقت بنسمع هي الاصوات، ودائما سوريا ولاده، يعني دائما بنرجع لما بيقولوا المال قديم ماله جديد، صح؟ حكايات، يعني حكايات تحكى وروايات تروى حقيقة، يعني لا سيما في هذا العيد، عيد الأضحى. هذا العيد، العيد الأضحى الذي لم يأتي من فراغ على الإطلاق. يعني نحن نذكر وكتب التاريخ تتحدث بأواخر الألفية الثالثة قبل ميلاد سيد المسيح، عندما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، وتحدث ورأى الأمر في الحلم، وعندما عرض الأمر على إسماعيل قال افعل يا أبتي ما أمرت به. كان أكثر طاعة، يعني الابن كان أكثر طاعة من الأب، مع أنه سيدنا إبراهيم هو خليل الله، صحيح، خليل الرحمن. صحيح، صحيح، وإبراهيم تعني صحيح الأب الكريم، الأب الرفيع. صحيح، سلام. وإسماعيل تعني كلمة إسماعيل بالأساس، سمع الله دعاء سيدنا إبراهيم، ولذلك في النهاية بالسورة بيقولك وفديناه بذبح عظيم. يعني لم يقبل رب العالمين أن يذبح إسماعيل، وإنما فداه بكبش، ومن هنا جاء عيد الأضحى. فهذه الحكايات التي تحكى وروايات التي تروى عن هذا الأمر. فإذا هناك حالات من الفرح والحب. هذا الأمر بيدفعنا لنعود نتحدث عن شهر ذي الحجة. هذا الشهر ذي الحجة هو شهر عظيم، لا سيما أنه كان عند العرب البائدة واللي هي ثمود، كانوا يسمون شهر الحجة بمسبلة، ثم أطلقوا عليها العرب العاربة اسم نعس. نعم. اسم نعس وبرك، من بروك الناقة، أي من جلوس الإبل على الأرض حتى ليوم النحر. هذا الأمر فيما بعد بال 412 قبل الميلاد، 412 ميلادي، أي بيطلع القرن الخامس، في عهد كلاب بن مرة، وهو الجد الخامس لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، سمي هذا الشهر بشهر ذي الحجة، قبل ذي القعدة شهر ذي الحجة. و الأيام الفضيلة التي تعتبر وهي أيام المعلومات هي أشهر ذي الحجة. نعم. الأيام العشر والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إزيس. كل حديث عن كله عن هذه الأيام، هي حالات الفرح والحب والعطاء. ولذلك عيد الأضحى لم يأتي لها عن فراغ أطلاقا، لا، كما قلت لك هذا العيد من خلال العيد الناس تعيش فرحة، سواء كانوا كبار أو صغار. صحيح. الكبار يعيشون حالة الصلح والوئام والسلام، يبادرون حتى أول شغلة بيذكروا موتاهم، فبتلاقي بيروحوا مباشرة صباحا باكر لزيارة القبور. صحيح. وضع نوع من الرياحين والآس على هذه القبور. والله نحن نلاحظ أيضا بعض الآس منتشرين بكل محافظات سورية، مادة الريحان أو الآس. إضافة إلى ذلك فيتوجهون في بعض إلى صلاة العيد. نعم. عند طلوع الشمس، ثم يبدأون بالتهاني. فالتهاني والتبريكات في العيد الأضحى سواء في الريف أو في المدينة أو حتى في البادية متشابهة بأعرافها وتقاليدها. صحيح صحيح، هي مرتبطة بالأخير. نعم، بالبيئة أو بالمجتمع يعني المحلي. صحيح. وهذا الأمر بينعكس حتى يعني نحن في اللاذقية قد يكون لها خصوصية. يعني أنا بذكر تماما في اللاذقية كان في عنا بمنشية بطرني، كان مرفأ صغير، كلياتنا كنا نروح نتوجه على هذه الحديقة المنشية، نطلع بالفلايك أو الزوارق. حلو. ونروح نكزر أيام البحر. صحيح، وكان في أغاني وأهازيج مرتبطة فيها. طبعاً هلأ حتى من جملة الأهازيج اللي كان نهزج قبل العيد، كنا اليوم بكرة العيد ومنعيد بنذبح بقرة سعيد، بس عيد ما عنده بقرة بنذبح مرته والشعر إلى آخره. تتذكر إضافة إلى ذلك هلأ حتى بنذكر يعني ما بس بالفلوكة كنا نطلع وبالزوارق نطلع، كان أول ما عربات الخيل. بعدين صارت السيارات، تجي سيارات المرسيدس المدعبلة والمجنحة، شيء منا يروح على جبلة، شيء يروح على منطقة الشط الأزرق عند بنهيني. نعم. أو على كورنيش البحر. هي ذكريات، فبتذكر من جملة أهازيج نقول له دوس دوس يا شوفير، دوس دوس الله يبعث لك عروس شعرها حلوة بيضة من طرطوس. تمام. يا شوفير دوس دوس، ودعاس على 199 لا تخاف بالبوليس، نحن بلاد الحرية. طبعا لا تخاف بالبوليس المقصود به المستعمر. تمام. نحن بلاد الحرية لأنه نحن أبناء الحرية، أبناء المقاومة الحقيقية والوطنية الحقيقية، الدفاع عن وطننا عن بلدنا. حلوة هيدي الذكريات. إضافة إلى ذلك يعني حتى يا سيدي حنيفة طعمين أطيب، هاي كلها من مراجع. صحيح، كان في كثير أهازيج. أستاذ بسام، نحن دائما بنرتبط بهي الذكريات. نعم. اللي موجودة عندنا. تأكيد. ودائما لازم نحفزها ونذكر فيها الأجيال اللي. نعم. اللي نحن هلا موجودة، لحتى لأنه اختلفت كل الأساليب، اختلفت والقصص اختلفت. وأنا بقول دائما أي حدا
الله يطول بعمرك موجود معنا بيحكي بالتراث وهو باحث بالتراث، هو ذاكرة موجودة بحد ذاتها، هو كتاب وقت بنفتحه بنلاقي فيه كثير من التفاصيل والقصص التي ترتبط اليوم بتاريخ وحضارة المجتمع اللي نحن عايشين فيه. جودي شو بدك تسمعينا؟ جودي يلا يا جودي. شكرا يا جودي. وقت سموك الملكة فعلا كانت تسمية بمحلها. تماما. هون غزوان يعني عم نحكي نحن عن الفرح ونقل هيدا الفرح، يعني اللي يكون حالة عامة بين الناس من خلال الأصوات، سواء جودي ولا بدران ولا كتار من الأصوات اللي هنن فعلا بيزينوا أجواء العيد. هيدا الفرح وهيدي الحالة العامة، خلينا نحكي عنها أكثر. يعني من شوي كنا عم نحكي عن الذاكرة وذاكرة العيد، قديش هي فعلا بتكون مرتبطة دائما بالفرح، بصلة الرحم وبجمعة الأحبة. اليوم كيف عم نجسدها من خلال هدول الشباب؟ طبعا دائما انا بقول الموسيقى ما انا غذاء الروح، الموسيقى هي الروح تماما. نحن بحاجه الى الفرح، ودورنا كفنانين بكافه انواع الفن حتى كشعراء ان نزرع الفرح بنفوس الناس. بنحاول نزرع الفن والغناء بالذات، ساير كل المواقف من تشجيع على يعني الاغاني الوطنيه، الأغاني اللي فيها حكايات، بعض الحكايات الحزينة وحكايات الأغنية الشعبية اللي هي تحكي عن الحراسة، عن المواسم، عن الحال الاجتماعي، الأغاني العاطفية الرومانسية الحب، كله ارتبط بالغناء والكلمة واللحن. وقت بيجي أصوات حلوة، طبعا تحيتي لكل طلاب الباقيين اللي أصواتهم حلوة، بحبكم. نحاول اني نفرح الناس. من شوي كنا تحت الهواء عم نحكي اني بدنا الاغاني اللي فيها حركة وبهجة. تماما. وبدنا بعض الاغاني مشان نكون في
بهمنا دائما، بهمنا ان الناس تنبسط، مو نحن بس نحن هو الهدف الاسمى من ايه هو ان الناس ينبسطوا. بدران اليوم قد ايه حلو نجمع نحن بين الدراسه بين العلم والعمل والهوايه والموهبه. يوم حضرتك طالب هندسه عماره، وبالاضافه انك انت الموهبه الجميله اللي عندك بالصوت الجميل، كيف جامع بيناتهم؟ العلم هو اساس الحياه، والموسيقى هي نوع من انواع العلوم، والعلوم بمختلف مجالاتها يعني، او في جزء كبير منها هي نوع من انواع الفنون يعني. العمارة صحيح. بالذات بحد ذاتها هي احد الفنون السبعة القديمة. صحيح. الفلسفة هي احد الفنون السبعة القديمة، فنحن ما فينا نفصل بين الاثنين. بعتقد انه هن خطين بيكملوا بعض. صحيح. حتى ضمن صحيح. الموسيقى نفسها ما فينا نشوف انه ما فينا نستمر على الموهبة، نحتاج العلم والثقافة لحتى الموهبة تنمو. صحيح صحيح. كثير حلو هذا الدراسة الكلام. الأكاديمية حلوة كمان تجتمع يعني، بيصير في الشخص بتنصقل موهبته أكثر، ويصير عندنا هيدي الحالة يعني الشخص يكون يعرف كيف يمشي بهيدا الخط وبهيدا الفن. رح نسمع كمان من بدران يعني أكيد. من بدران هلا. يا بدران شو محضر لنا؟ تفضل. قتلتيني وعلى قبري ما حنيتي، قتلتيني وعلى قبري ما حنيتي، الكفوف بغير دمي ما حنيتي، يا يابا وعلى قبر برضابي ما حنيتي، قضى قامي العطش وصبحت رايا. ريحة أراضينا عم بتنادينا، ريحة أراضينا عم بتنادينا، امشي وتربينا من مينا لمينا، ريحة أراضينا عم بتنادينا، امشي وتربينا من مينا لمينا. انطلنا بلدنا يا ري يا يا ريس مرو الشرقية، عندك بحرية مرو الشرقية، والبحر مويل يا ريس وصلنا حبيبي، عالرمل الدايب كتبنا شوي الحبايب غلبنا، عالرمل التايب كتبنا شوي الحبايب دوبنا، وان شاء الله توصل مراكبنا فيها احبابنا وملايين، وصلنا بلدنا يا ريس تنشم الغرام، يا ريس عندك بحرية زمرو الشرقية، والبحر كويس يا ريس وصلنا حبيبي، يا ريس. الله يا ريس. شكرا بدران. شكرا أستاذي ماري جريت، يعني من بعد ديوان كريستال والقصائد الجميلة اللي فيه إلى الكلام الجميل برواية ليس الأمر كما يبدو، هلأ شو في عنا شيء جديد؟ روايات، قصائد، دواوين، خبرينا. رواية على ضفاف الناي هي الرواية الثانية لألي، رح تصدر قريباً إن شاء الله. إن شاء الله. هي رواية اجتماعية بنفحة عاطفية. حلو.
يلتقي فيها البطل بالبطلة بالوقت الصح بس بالمكان الخطأ. نعم. فيها من الإثارة والتشويق، وبتحكي عن الأنوثة بقمتها، وبتحكي عن الرجولة وعن الشهامة. حبيت وصل إنه رسالة معينة، إنه نحن لو كنا مختلفين فكرياً بيئياً بنظرتنا للحياة وللأمور، بس نحن ممكن نكفي الحياة بسعادة وتوافق إذا كنا متفقين أخلاقياً وإنسانياً. جميل. الهدف الأساسي كان هو تقبل الآخر بالرواية. إن شاء الله أكون نجحت بـ يعني بـ بـ بعلاج أو أنه سلط الضوء على بعض التفاصيل اللي يعني أو الأمور اللي ممكن يختلف فيها كثيرين، بس هي لا، هي بتجمع أكثر ما بتفرق. هون يمكن تقبل الاختلاف بهذه الرواية. تقبل الاختلاف إيه فكرياً و وبنرجع على مبدأ الاختلاف لا يعني الخلاف. تماماً. طبعاً، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين لنتكامل. صحيح. ما لنتناسخ. يعني سميتها كمان على ضفاف الناي، لأنه الناي بيشبه مسر الحياة. يعني النغمات الجميلة اللي تطلع بتعزفها أصابع مختلفة بانسجام وتناغم، وهيك الحياة. صحيح. نحن بنقدر نكفي الحياة لو كنا مختلفين، بس طالما نحن متفقين تماماً. صحيح. ومنحترم بعضنا ومتفقين أخلاقياً وإنسانياً، هي الحياة. صحيح. تماماً. صحيح. بنقدر نعيش موفق بسعادة. موفق وبانتظار الرواية أكيد إن شاء الله. يعني من خلال الشرح عم نشوف أنه في تشويق يعني بقصة الرواية، وهي عاطفية، وحاولت كمان أني يعني قدر الإمكان أني بتمس المشاعر والأحاسيس. حلو. وبتوقص فينا شغلات كتير كانت غفيانة. إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق أكيد. شكراً لك أستاذ بسام. وقت بنسمع هذا الكلام الجميل والاختلاف لا يعني الخلاف، نحن دائماً بتاريخنا وبتراثنا موجود كتير في من العبارات والأمثال الشعبية اللي موجودة بحياتنا، اللي هي بتدل على هذا الموضوع عن تناغم الحياة والتعايش بين الشعوب وبين الفئات بشكل كامل. تفضل. لما جعلناكم شعباً وقبائل تعرفوا أن كرمكم عند الله أتقاكم. هذا الخلاف، يعني أنا شعرت أنه الرواية بالنسبة للأستاذة مارغريت تمثل عيد شخصي إلى. صحيح. كما هو العيد الذي نعيشه الآن. هذا العيد لو أردنا أن نطبقه كما تفضلتي بحديثك أستاذتي الكريمة. نعم. لنلاحظ على الشكل التالي، نحن في العيد الآن هناك مجموعة من المدن الملاهي الموجودة، يعني ألعاب. نعم. ملاهي حديثة، تكنولوجيا حديثة، لكن لو أردنا أن ننظر إلى أعماق أكثر، إلى ما بعد أكثر، نرى أن الأطفال جميعهم اتجهوا إلى الألعاب القديمة المنتصبة في ساحات المدينة القديمة. نعم. يعني المراجيح الخشبية، القلابات الخشبية، الألعاب الخشبية، تركوا التكنولوجيا الحديثة، الملاهي الحديثة، واتجهوا ليش؟ لأنه بهذه المراجيح الخشبية والقلابات الخشبية القديمة يسمعون أغاني وأهازيج. تمام. هذه ما لا يسمعونها في الحديثة أو في التكنولوجيا الحديثة. هذا الأمر أيضاً إضافة إلى ذلك كانت البساطة، البساطة كانت موجودة. هذه البساطة. صحيح. لو تذكرناها من خلال صندوق الفرجة أو صندوق الدنيا. صحيح. تعال تفرج يا سلام، تعال على فاطمة المغربية كنت تضرب سلام وما شابه ذلك، وأغاني وأهازيج أخرى. إضافة إلى ذلك كان عندنا أيضاً مسرح خيال الظل في العيد، كركوز وعوز. وإضافة إلى ذلك أيضاً كان الحكاوي حتى في العيد كان يشتغل. نعم. كمان له شغل. إضافة إلى ذلك العيد، يعني العيد لا يتوقف بهجة العيد بعيد الأضحى فقط في أيام العيد الأربعة أو ما قبل العيد، بل بالعكس بعد العيد ينتظرون بعد العيد لقدوم الحجاج. صحيح. لأن صحيح. قدوم الحجاج بعد العيد وعيد آخر، هناك حلويات وضيافة وإلى آخره. تمام. كما هي الضيافة طقوس، يعني طقوس أخرى. بالضبط. يعني ولذلك تلاقي هذا الأمر يمتد، يعني شهر ذي الحجة كله يمتد من بدايته لآخر نهايته باستقبال العيد، باستقبال الحج، بيوم عرفة، بالاحتفال بالعيد، باستقبال الحجيج. هذه كلها أشياء من الجماليات. جمال جمال. الجميلة جدا جدا. صحيح. وهذا الأمر حتى لو ردنا نشتغل على بالرواية كما تفضل أستاذتنا وشاعرتنا الأستاذة مارغريت، راح بالتأكيد راح تكتب روايات كثير كثير حلوة على العيد. صحيح. يعود الأمر. صحيح. بعد السؤال. صحيح هذا الكلام. تماما. شو بدنا نسمع هلا منكم أستاذ غزوان قبل ما نختم؟
شاذرة عليك بستان وروح شاذرة صغيرة تفيكي لازرة عليك بستان وروح شجرة صغيرة تفيكي ولابسة لك من نور الشمس السوارة وحطة رح جيب لك خزني بحالة لو بدك طاقيت الجان ماني رح قلك لا 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 ولو بدك لولو مرجان رح جيب لك خزني بحالة لو بدك طاقيت الجان ماني رح قلك لا 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 ولو بدك يا غصن الفال جوا عيوني بخبيكي ولو بدك يا غصن البال جوا عيوني بخبيكي ولغزلك من نور الشمس السوارة وحطة بيديكي السوارة وحطة بيديكي السوارة وحطة شكرا كثير يا بدران. يعني بستان ورود منال من هيدا البستان بدنا نقطف وردي ورد ونقدمها لكم ضيوفنا الاكارم بهيدي اللمه جدا جميله. وبختام لمتنا استاذه مارغريت يعني بنقول لك اضحى مبارك وكل عام وانت بالف خير واهلا وسهلا فيكي نورتينا لهيدا بهيدي اللمه. شو بتحبي تقولي بالختام؟ شكرا لكم شكرا لهالاستقبال الحلو شكرا لهالجماعه الظريفه الاصوات الواعده بتمنى لهم كل التوفيق العزف الجميل الموسيقى اللي بتحيي الروح. شكرا للأستاذ بسام كمان اللي قدمنا معلومات إضافة أحيا الذاكرة شوي بهيدي المعلومات وبهيدي اللمحة التاريخية. بتشكركم على التقديم الحلو وشكرا للمصورين ولكل شخص نجح هي الحلقة الجميلة. شكرا كثير لك مارغريت جمال شكرا لك لوجودك معنا وعيد أضحى ومبارك ينعاد عليكي بالخير يا رب. أستاذ بسام جبلاوي أنا دائما بقول الذاكرة وقت بتكون حاضرة بأي مكان بتحيي المكان اللي موجودة فيه. بقى وجودك معنا لليوم أنا كثير بدي أتشكرك بهي اللمة الجميلة اللي أضافت شيء من الذاكرة والحضارة والتراث وخاصة نحن اليوم بالساحل السوري أرض الحضارة. شكرا كثير لك. شكرا كثير كثير لحضراتكم جميعا شكرا لحضرتك استاذه ملال شكرا للاستاذه وشكرا لك استاذ مارغريت شكرا للاصوات الجميله اصحاب الاصوات الجميله الحقيقه اللي ما شعرنا بالوقت لكن انا برجع بتذكر بشغله انه لما بيقول رب العالمين وفديناه بذبح عظيم وطننا تم فداء بالشهيد تلو الشهيد حتى بقوافل الشهداء ولذلك لن يكون طويلا انتصار الوطن وعيد الوطن وعيد النصر الكبير لهذا الوطن إن شاء الله الذي يا رب. قدم له هؤلاء الشهداء كانوا قرابين على مذبح البطولة وعلى مذبح الفداء لأجل أن يعيش المواطن ويعيش الطفل العربي نعم. السوري بكل أمان واطمئنان وبالعيد الكبير اللي هو راح يكون عيد الانتصار. شكرا إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك وأضحى مبارك. أضحى مبارك كل عام وأنتم بألف خير. الملكة جودي شاهين يعني شكرا لك لوجودك اللطيف وهيدي الأغاني الجدا جميلة والصوت الرائع اللي كنتي فيه اليوم بلمتنا. أضحى مبارك وكل عام وانت بألف خير. أضحى مبارك عليكم وعلى الجميع يا رب وكثير انبسطنا بالسهرة الحلوة وكل عام وانت بألف خير يا رب. وانت بخير يا رب. المايسترو غزوان العبدو شكرا كثير لك لوجودك الدائم معنا. شكرا شكرا لاستضافتكم الجميلة إن نحن نحتاج دائما حتى ينمو هالزهرات الحلوين نحتاج إلى دعم الإعلام السوري وشكرا كثير. إن شاء الله منقصر. أضحى مبارك نعاد عليك يا رب. نعاد عليك بالخير. بدران الصوت الجميل جدا أيضا شكرا لوجودك معنا بدران الباشا ونورتنا وكل عام وأنت بألف خير يا رب. شكرا جزيلا لك وشكرا للسهرة اللطيفة. شكرا لك. بنعاد بالخير على سوريا كلها يا رب. إن شاء الله يا رب على الجميع. أحمد حاتم اليوم وجودك كان معنا كتير جميل ضابط الإيقاع شكرا لك وكل عام وانت بخير وأضحى مبارك يا رب. شكرا لك. شكرا لكم جميعا اللي كنتوا معنا اليوم اللي أضفتوا شيء إلى لمتنا الجميلة. مها كل عام وانت بخير مرة جديدة وانت بألف خير منال إن شاء الله يا رب نعاد عليك بالخير أضحى مبارك وعليك يا رب.
أكيد نحن رح نختم معكم مشاهدينا، ورح نشكر أكيد مجمع الفيو اللي كنا اللي قام باستضافتنا لحتى نكون معكم بهي اللمة من أيام عيد الأضحى المبارك. ينعاد على الجميع، على كل من يشاهدنا اليوم على قناة السورية، بحب لكم كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك عليكم، ينعاد عليكم بالحب والخير والفرح الدائم لكل قلب طيب عم يتابعنا. شكرا لكم. وأنا كمان منال بدوري بدي أشكر كل اللي تابعونا، وبدي أقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب، هالأيام المباركة تنعاد على الجميع بالخير واليمن والبركة، ودائما دائما بالمحبة. هيدي الأيام المباركة بتحمل هيدي المحبة لسوريتنا الحبيبة. الختام مسك رح يكون أكيد بالأصوات الجميلة منال، لشوف شو اختارونا تماما اللي نورت هيدي اللمة، ورح نختم معكم أيضا بأغنية من عندكم. نحنا خلصت لمتنا لليوم، والختام رح يكون مع جودي والمايسترو غزوان العبد، تفضل. الليل ودقت الساعة تصح الليل، الليل وحرقة القاه فرقوا الأحباب وتفرقوا وكفاية.